نعم معنا اتصال ابو عبد العزيز من الرياض. طيب شيخ لو سمحت الله يحفظك. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. سلام. الاهل لما يروحوا عند طبيب دكتوره الاسنان وهي صائمه يسوي لها بنج، هل البنج هذا يفطر يا دكتور يا شيخ؟ في سؤال اخر؟ لا بارك الله. شكرا ابو عبد العزيز، تفضل يا شيخ. البنج الموضعي ما يؤثر على الصيام، البنج الموضعي في الاسنان ما يؤثر على الصيام، ولكن تلفظ لا يذهب الى جوفها شيء ما وهي تقدر على لفظه، ما تتعمد لفظ الشيء وهي صائمة. نعم.